أحسن الله إليك يا شيخ، الحرم تتعدد الجنائز، هل يتعدد الأجر؟ أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا تعدد الجنائز في صلاة واحدة هل يأخذ الإنسان أجر عدد هذه الجنائز؟ الظاهر نعم، لأنه يصدق عليه أنه صلى على جنازة على جنازتين أو ثلاثة أو أربع فيأخذ الأجر. لكن كيف ينوي؟ ينوي الصلاة على واحد ولا على الجميع؟ ينوي الصلاة على الجميع. وإذا كان معهم أطفال فالطفل له دعاء خاص، إذا انتهى من الدعاء للكبار دعا للأطفال. وإذا كان رجل وامرأة دعا لهما بصيغة التثنية فيقول اللهم اغفر لهما، وكذلك إذا كان رجلين اللهم اغفر لهما، وكذلك إذا كان أنثيين يقول اللهم اغفر لهما. أما إذا كانوا جماعة نساء يقول اللهم اغفر لهن، وجماعة ذكور يقول اللهم اغفر لهم، ذكور وإناث يقول اللهم اغفر لهم، فيفضل ضمير الذكور على ضمير الإناث. نعم.